قام معالي الجنرال برايت شان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة، يرافقه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى مركز أحمد الفاتح الإسلامي بالجفير، حيث اطلع على معالم الصرح الإسلامي الذي يعتبر أحد المعالم الإسلامية الفريدة في المملكة. وقد أبدى رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة إعجابه بالطراز العمراني والتصاميم والنقوش الإسلامية لجامع الفاتح، وما يجسده من معلم حضاري يعكس أحد أوجه النهضة العمرانية والحضارية في مملكة البحرين.